كينكي. Fifty Shades of Grey يفتتح أبواب السينما. Fifty Shades of Grey فيلم مبني على الإثارة والرومانس والغرام في يوم الحب. أخرج الفيلم البريطاني سام تايلر جوهانسون، وبطلة الفيلم هي إنستاسيا ستيل، وتبلغ 21 عاما، عذراء وذات ملامح متوسطة، وشخصيتها رائعة. وهذا هو حبيبها كريستيان غراي الوسيم أبو عيون جريئة، وهو شاب وسري وعرصة. سوف تراهم يقعان في الحب والغرام، ومن ثم يمارسان الجنس، قبلة في المصعد ثم يمارسان الجنس، يحلقان بطائرة خاصة ويمارسان الجنس. سوف تراه يعترف لها بخبايا نفسه، ومن ثم يمارس معها الجنس. من ثم سنرى ستيل تقوم بنفس الشيء بعد ممارسة الجنس. وقد صرح المخرج جوهانسون بأنه في صدد التحضير للجزء الثاني والثالث من ممارسة الجنس. ماذا؟ إنهم يصنعون المزيد من السخافات، تباً لكل ما نراه حولنا من تفاهات.